في قصور في قانون تأمينات لأصحاب الباب الخامس. توقف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد في حالة التقاعد في الباب الخامس، ولكن تكون موجودة في الباب الثالث. تواجه هذه الفئة مجموعة من العراقيل كذا قطاع في 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 الحكومة وفي البلد، يعني منها نقص في الشح في الأراضي، ما في دعم في الأراضي، أراضي صناعية أو أراضي تخزين. عندنا الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة معطل من 4 سنوات، التمويل فيه واقف، وصار في حادث هو اللي طبعا خلى المجموعة تتحرك أو أصحاب الباب الخامس، وهو وفاة أحد الأطباء الشباب اللي كان مسجل ومقيد على الباب الخامس، وفي النهاية بدأ ينزل الراتب التقاعدي له لأسرته، وكان المبلغ جدا ضعيف ووصل إلى 200 دينار. الآن في مقترح للقانون تعديل قانون التأمينات لأصحاب الأعمال المسجلين على الباب الخامس. القانون المقترح هذا الآن يعني في أروقة مجلس الأمة، تم تقديمه مجموعة من النواب. بالغالب يعني يفتكر أن إذا باب خامس عمل حر هذا الشخص مقتدر ماليا، بالعكس العمل الحر هو ريسك، هو مخاطرة، وفي الغالب إحنا من الناس اللي تعثرنا لما صارت إغلاقات كورونا. قانون التأمينات يفرق في سن التقاعد، أصحاب الباب الخامس سن التقاعد عندهم أعلى. أما بالنسبة للسيدات فهناك فرق واضح بين سن التقاعد من الباب الثالث إلى الخامس، ففي الباب الثالث تتقاعد السيدات بعمر أقل أو مدة زمنية أقصر. للأسف أن السيدات عموماً بالقانون ما لهم أي علاوة. حالياً المسجلين تقريباً حسب آخر إحصائية 16,000 مواطن كويتي مسجل أصحاب عمل مسجلين على الباب الخامس، بحيث أن هذه البيئة الآن توفر للدولة سنوياً 150 مليون دينار سنوياً كرواتب. أهم تعديلات بالقانون المقدم اللي هو يعني مساواة بين أصحاب الأعمال المسجلين على الباب الخامس والباب الثالث من حيث سن التقاعد، من حيث الراتب الأساسي والراتب التكميلي، وكذلك بالنسبة لقانون لتقاعد المرأة. أيضا نعاني من المشكلة اللي هي الجمارك، رسوم الجمارك تؤخذ مشاريع صغيرة ومتوسطة. طبعا مبلغ الجمارك بالنسبة لنا يعتبر مبلغ كبير، يوصل حتى آلاف الدنانير، فطبعا هذا الجزئية المبالغ الجمارك اللي تؤخذ اللي هي الرسوم تطيح عن فقط الممولين من الصندوق، وكأن اللي مو متمول يعاقب إنه ما يعطونا هذا التمويل.